شيخ كار حرفة القص والحفر بالليزر عالمياً هي حرفة الأركت وتاريخياً هي حرفة النقاشين. الإبداع يقتل الإنتاج والإنتاج يقتل الإبداع. المعروف عن حرفة الحفر على الخشب بالليزر إنها حرفة رايقة، ومثل ما بيقول صاحب المصلحة شغلتنا خفيفة نظيفة، فشو السبب يا ترى؟ هلأ نحن بالنسبة لهالحرفة هاي حرفة فن، فالفن داخل بكل شيء. ابتدت من أيام العصر الحجري لما كان الإنسان يزين بيته بالنقوش أو الكهف تبعه بالنقوش والرسوم، وهالنقوش هاي مع أنه حملت الرسوم والتزيينية بس كمان حملت تاريخ معها وحملت كتابات. العصر بيفرض حداثة على المهنة دائما. الحقيقة بحصة الأشغال المدرسية من وقت ما كنا صغار نجيب قطعة خشب صغيرة نحفرها نقصها ندكرها تطلع معنا شغلة صغيرة. الحقيقة الموضوع تم معي ماشي وكانت هواية حلوة وشغلة أنا بحبها بالرغم من دراستي وبخارج هالمجال، إلا أنه أنا لساتني ضمن إن هواة هالحرفة هاي وعم اشتغل عليها. أساس الحرفة خلينا نقول الرسم والفن، بيلحقها بعد منا مزيج من أعمال النجارة وأعمال القص والحفر بالشكل اليدوي العادي. لاحظنا كمان أنه عند العم أحمد أهمية كبيرة للفريق اللي بيشتغل معه، فشو السر؟ الإنسان لما بده يشتغل لحاله منفرد ما حيكون هاوي، أما لما بيشتغل ضمن فريق عمل بيكون هو المنتج وهو الصح. الكادر اللي معي بالعكس بيهمني هو جدا أنه هو اللي يرسم وأنا بكون مشرف بهالحكي هذا. أنا مستلم موضوعي بالمرسم، نحن حرفتنا بنسميها مراسم ما هي ورشات. أنا هون بالمرسم بشتغل كم أصدار وفني مكانات. بالنسبة إلي هو أصل المونتاج وعملية التجميع بيصير من قبل الفريق الثاني. ومو بس هيك القصة، حبينا نعرف ليش العنصر الأنثوي طاغي بشكل كبير على عناصر الفريق. صار في معي ظهير خلفي اللي هو بنتي رنيم عداس، هي اللي خلتني ادفش بهالموضوع هذا بشكل جدي وفعال وخلي الموضوع هذا ينطلق. هي قادرة على كل شيء من التصميم للقص للتجميع للتسويق للمبيع، هالأمور هاي كلها ضمن سيطرتها. بس الحقيقة في شغلة حلوة كتير بالمهنة هون عنا هي عملية التخصص. وبعد ما عرفنا هلأ كل التفاصيل والمعلومات الثقافية اللي بتخص هاي الحرفة، هلأ رح نتعرف أكثر عن تفاصيل تصنيع اللوحة ثلاثية الأبعاد اللي نفس مو أنا ماسكها هلأ. خلونا نشوف سوا هلأ بمراحل التصنيع. وبعد ما انتقلنا هلأ لمرحلة التصنيع رح نتعرف أكثر كيف بيقصوا القطع، كيف بيعملوهم على مكانات الليزر راوتر، كيف بتصير كل هاي التفاصيل. رح نتعرف أكثر مع شيخ الكار أحمد عداس. أول شيء ببلش فيه هو البنية الإنشائية، البنية الهندسية تبعه، إنه شلون بده يكون. موضوع الزخرفي من أسهل ما يكون، فلذلك نحن دائما ممكن نأجله. فرسمنا على الورق، بعد الرسم الورق بصير الرسم على الكمبيوتر. فمجرد ما خلص التصميم وتم تجريبه على مكانات التجريب اللي موجودين وراي بنحوله لرسم القص. ما بيكفي إنك أنت تقص القطعة، أنت بدك تحسب ما تكون في عندك تشريك كتير، وإن وجد يكون في عندك منمنمات تكون ذات فائدة حتى تقدر أنت هالمواد ما تكبها، روح على قسم التجميع. فكل سلعة وكل خامة لها آلية مواد لاصقة معينة إضافة لخريطة تركيب معينة. صدرت القطعة من عندي وصارت جاهزة للتسويق. سؤالنا الأخير كالعادة، شو سر مصلحتك يا معلم أحمد؟ أهل العلوم والحضارة بيقولوا لك خير العلوم ما حضر به. سر المهنة
انك انت تعرف المنتج اللي ممكن السوق يرغبه، سر المهنة كيف انك تخفف الهدر فيه، سر المهنة كيف تقدر انك تحصل موارد منطقية، يعني مصادر للموارد الأولية، مواد الأولية بأسعار منطقية، سر المهنة انك تستفيد من كل شيء عم يطلع تحت ايدك حتى لو كان تصميم، لان التصميم انا لما بيطلع ممكن بعد فترة بعدله بيطلع معي شغلة انا عامل الوقت له تمام.